مدينة الديرة بسعيد هي مركز لواء الكورة التابع لمحافظة إربد، تقع في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة إربد وتقع إلى الشمال الغربي من مدينة عمان بحوالي 100 كيلومتر. لكن أهم ما يميز منطقة الكورة هو التنوع الحيوي في مجال الأزهار البرية، حيث تحتضن حوالي 58 صنف من الأزهار البرية المتعددة والتي على رأسها سوسنة الكورة السوداء، وهناك أنواع مهددة بالانقراض مثل بخور مريم والأوركيد. حيث قمت بتخصيص جزء من حديقة منزلي أو ما يعرف محليا بالحقورة لإنبات هذه السوسنة السوداء وبشكل خاص، حيث يوجد عندي في حديقتي حوالي 4 أصناف من السوسنة السوداء: سوسنة الكورة والسوسنة حوران وسوسنة الجليل وسوسنة الناصرة، وهذه الألوان تتدرج ما بين الأسود والبنفسجي والليلكي والأسود، وهي ممتزجة مع بعض أنواع مختلفة من الأزهار البرية وبشكل خاص بخور مريم والأوركيد والأقحوان. تم تسجيل حوالي 114 نوع من الأزهار البرية التي تتميز بها منطقة الكورة، ولكن هناك شيء مميز وهي السوسن السوداء الزهرة الوطنية للأردن. فتتميز منطقتنا بوجود كافة أنواع السوسن وبشكل خاص سوسنة الكورة البرية التي توجد في منطقة وادي زقلاب في الجزء الشمالي من لواء الكورة بمحافظة إربد. تميز منطقة الكورة بوجود النوع من الترمس البري وما يعرف باللاتيني لبانيوس باريوس، وهذا هو أحد الأنواع المهمة والمهددة بالانقراض والذي يتكاثر بالبذور. فأقوم أنا وأسرتي بالعناية بهذه النباتات من خلال الري المستمر والتسميد بشكل خاص الطبيعي، إضافة إلى حماية هذه الأزهار من عمليات القطف أو التعدي عليها. وبشكل خاص إذا كان هناك موسم مطري جيد فإن الله يحمينا بمزيد من الأمطار، ولكن لا بد من الري التكميلي لها حتى تستطيع العيش أطول فترة ممكنة إلى نهاية الربيع. بيجوا كل المواطنين من لواء الكورة وخارج لواء الكورة يتفرجوا عليها، وهي تمثل متحف للأزهار البرية مفتوح، يستطيع أي إنسان أن يأتي ويتعرف ونقوم بجولة تعريفية. أي هي عبارة عن متحف تعليمي مفتوح. فقمت بتدوين كل المعلومات الخاصة بهذه الأزهار البرية من خلال كتاب عن الأزهار البرية في الكورة، وهو إن شاء الله سيتم طبعه قريبا، بحيث يكون هذا دليل تعريفي للمواطنين من خلال الصوت والصورة.